ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة الغد إيمان جبور. إليك إيمان. نعم، لا تتوفر حتى الآن الكثير من التفاصيل، ولكن كما قلتم الأنباء لا تتحدث عن مواطنين إسرائيليين، كان تحدث عن سماع أصوات انفجارات في منطقة تل أبيب، ووفق الصور التي وصلتنا حتى لأن المكان تحديدا هو أمام ميناء يافا أو قريب جدا من ميناء يافا، الحديث يدور عن انفجار صاروخ في البحر. حتى الآن هنالك تأكيد أيضا من قبل الشرطة الإسرائيلية، وهنالك تأكيد أيضا من قبل الجيش الإسرائيلي الذي قال بأنه كان هناك إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو منطقة المركز. يلاحظ هنا أيضا بأنه لم تعمل صفارات الإنذار أو لم تسمع صفارات الإنذار، وفق بيان الجيش بأن الأمر حدث وفقا للسياسات المقبولة في حالات كهذه، ولكن نعتقد بأن هناك أسباب غير واضحة لماذا لم تعترض القدس الحديدية هذه الصواريخ، ولماذا لم نسمع دوي صفارات الإنذار. لا شك بأنه في الساعات القريبة ستتركز الجنود الإسرائيلية في فحص قضية القبة الحديدية، لماذا لم تعترض هذه الصواريخ، ولماذا لم تدوي صفارات الإنذار، وأيضا ستتركز الجنود الاستخباراتية في معرفة من هي الجهة التي أطلقت هذا الصاروخ، وإذا ما كان هنالك أي معلومات مسبقة قد وصلت لأجهزة الاستخبارات عن نوايا جهة ما في قطاع غزة إطلاق هذه الصواريخ. طبعا هذه ليست المرة الأولى، حتى الآن لا يوجد هناك من يتبنى إطلاق هذه الصواريخ. يبقى السؤال، هل هذه رسالة ما توجهها الفصائل في غزة تجاه إسرائيل، رغم أن هناك جهود مؤخرا باتجاه تنظيف الأوضاع الاقتصادية أو تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وأيضا هناك على المعابر وإصدار أيضا تصاريح للعمل للتجار والعمال إلى داخل إسرائيل. إذا هذه المعلومات المتوفرة حتى الآن في هذا الشأن. إيمان جبور مراسلة الغد، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك.